أثار حكم الإعدام الذي نطق به القضاء السعودي يوم أمس 15 أكتوبر أجواء احتجاجية في مختلف بقاع العالم العربي والإسلامي وفي أوروبا وفي أمريكا وفي أستراليا. وهذه الوقفة هنا تجمع لمختلف الجاليات العربية والإسلامية والأوروبية والألمانية تشجب وتستنكر وترفض وتطالب بإزالة هذا الحكم الجائر، الحكم الذي لم يستند إلى أي أطر قانونية، الذي لم يراعي أي معاهدات أو قوانين حقوقية. هذه الوقفة هي رسالة للحكومة السعودية أن هذا الحكم سيرتد سلبا على سمعة المملكة العربية السعودية التي بالتأكيد لا تود أن تكون بهذه الصورة. السفارة السعودية في برلين خطت على بوابتها وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. يؤسفنا حقيقة أن يعرف الشعب الألماني، أن تعرف الجاليات المتواجدة على هذه الأرض الألمانية، يؤسفنا أن تتعارف مع السعودية بهذه السلوكيات وبهذه الأفعال المشينة التي لا تتفق لا مع الشرع الذي تدعي السعودية تطبيقه ولا مع القوانين. فبأي وجه تريدون أن تتعارفوا مع العالم؟ نطالب الحكومة السعودية بتصحيح هذا الحكم التاريخي الخاطئ الذي لا يمس المواطنين السعوديين بل يمس كل مطالبين بالحرية وكل مطالبين بالاستقرار والعدالة والحقوق في المنطقة.